رايحي؟ ما انت ما انت وين رايحي؟ انا رايح يا زلمه، ريعت قلبنا. وين صاير؟ وين صاير؟ ايش صاير؟ وين صاير؟ شو صاير؟ فاهم عليك، احنا جايين نعقد القمة العربية. شو نعقدها يا زلمة؟ بطون اي قمة عربية؟ العرب يعني بدنا نسوي قعدة للزعماء. قمة عربية بعد اليوم؟ نعقد القمة العربية يا زلمة. يا عمي من الأمم المتحدة يعني احنا نحصر تحت لبنان. ما في قمة عربية. لا اله الا الله. احنا عربي. انا مسلم، انا مسلم مش كافر. انا مسلم. كلنا مسلمين زي بعض. هذا خليل. هذا خليل، خليل اللي مرته مش عارفين حبله ولا مش حبله، عملنا فحص للتيوب. شو دخلني حبلت ولا ما حبلت؟ طلع خاط. اليمن انحرقت. اليمن انحرقت وانت تقول لي انحرقت. يا زلمه احنا قلبنا مع اليمن، شو نعمل لكم؟ مش فاهمين عليك يا زلمه. انا مش فاهم عليك. يا زلمه قول لهم الحوثيين وخلص. يطلعوا مع حازم نتكحل. احنا احنا خلص بدنا نروح، بدنا نتسهل. طيب واليمين انا متحرك. احنا بني ادم، هيومن بين. بني ادم. منكم فيكم؟ منكم فيكم؟ احنا ايش؟ حوثي مؤتمر. احنا ولا شيء، انا قاعد. احنا ولا شيء. اطلع اطلع من هنا. اطلع يا زلمه اطلع. الو، احنا شكلنا في المحيط الهندي، خاف الله جنب كندا واستراليا. يا زلمه شرفوا على قطر. كيف تروح على قطر؟ في البسكليات ما هو مسكر، في شغر البحر. معانا 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 مي، معانا معانا كتره مي بتكفينا لشهر. تكلكش على السلامه. زلمه كان سالته مرتي بين الحمل معها ولا لا؟ اي والله خط الاستواء بين والحمل تبع مرتي مع بين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. معك كل هاي؟ في ضايل حبه فاصوليا بتكفينا لاسبوع. جاتك شوي ضايل زي اللي في الافلام، بكون 20 واحد في البحر طاشين وضايعين وقال حبه ترمس بتكفيهم. هلا ثاني اسمح اسمح، والله خفلنا شكلنا في البحر الميت واحنا مش داريين. مش هذه ريحه؟ الو احنا ببروك تبروك في ليبيا بتبروك. طخ علينا من جميع الجهات. أنا يا زلمة فيش، كل الأمة العربية بتطخ علينا. ببروك بقول لك، تبروك تبروك يا زلمة. أجيب لك كروز دخان؟ بنقول لك بتطخ علينا، بنقول لك جيب كروز دخان. بالدلال إيه طلال؟ شو حبيبي مالك؟ طلال ما على يدين 200 ليرة، بديش أموت وأنا مش مسددين. سددين عني الله يرضى عليك. ولا يهمك يا صاحبي، ولا يهمك، اعتبرني ولا كلمة اسمعي. والله موتك بتجنن للأمانة، خليك نايم لعلي للصبح. شو هذا؟ بوكسر والله إذا انغسل ما هو عارف. كدي بصر حلوت. هذا شكله ابن عمه لأبو بكر لبغداد. حلوت. By the name of God, starting the fifth Arabic League. Приветствую всех. Все доклады представленных собравшихся народов будут обсуждаться. بلاد العرب يا أوطاني، من الأمريكي إلى الروسي،